ميدانياً الآن، حيث أفادت مصادر طبية تابعة لحماس بارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 34,535 منذ بدء الحرب، بينهم 47 شخصاً خلال 24 ساعة الماضية فقط. هذا فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الطيران الحربي نفذ غارات على المنطقة الشمالية والغربية من مخيم النصيرات، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية بقذائف عدة منازل في مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع. كما شهدت مدينة غزة أيضا غارات طالت حي الزيتون. من رفح ينضم إلينا الصحفي محمود عليان. محمود، مرحبا بك معنا. إذن نرصد معك أبرز هذه التطورات وآخرها وآخر حصيلة، ولكن أيضا دعنا نرصد معك تطورات وتصاعد الجدل والتهديدات الإسرائيلية فيما يتعلق برفح والتمهيد لهذه العملية من خلال مطالب للسكان بالنزوح أو بإجلائهم من هناك. ربما نحن كنا قد تابعنا معكم ومع مراسلينا أن هذا الأمر تم نفيه، لكن هل هناك مؤشرات تفيد أو تشي بقرب هكذا عملية؟ إيمان، في الحقيقة أولا الغارات لم تتوقف على مناطق مختلفة من أقصى شمال القطاع، مناطق بيت حانون مرورا بمدينة غزة، القصف الذي استهدف حي الدرج وأدى إلى مقتل 2 من الفلسطينيين وحي الشجاعية وأصيبت أعداد أخرى أيضا منهم، بالإضافة إلى أحياء الزيتون والمناطق الغربية من المدينة، مرورا بالمحافظة الوسطى النصيرات التي شهدت غارتين أدت إلى مقتل 5 فلسطينيين أحدهم صحفي، وبذلك ترتفع أعداد الضحايا من الصحفيين إلى 144 خلال هذه الحرب على قطاع غزة. ووصولا إلى مدينة رفح التي سجلت يوم أمس العدد الأكبر خلال 24 ساعة من الضحايا، وصلت إلى 26 من الضحايا الفلسطينيين نتيجة الغارات الإسرائيلية. اليوم الطائرات الإسرائيلية استهدفت ورشة للحداد شرق مدينة رفح، مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة التي ترصد أجواء المدينة، وهذا ربما يعبر أيضا عن استعداد الجيش الإسرائيلي للسيناريو الثاني الذي يتم الحديث عنه الآن في الأوساط العسكرية والسياسية. سياسيا يتم التحضير لهذا الموضوع، وأيضا عسكريا يقول الجيش بأن الفرقة 162 و98 هي جاهزة لمثل هذه العملية، وقد قامت حتى بموضوع إصلاحات المدرعات والمركبات التي ستدخل مدينة رفح إذا ما منحت الضوء الأخضر. لكن هناك جانب أيضا ربما ورد في تصريحات نتنياهو، وهو أن 200,000 فلسطيني تم إعطاؤهم أوامر لمغادرة رفح. حقيقة هذا الرقم هو ربما يكون رقم من غادروا إلى خان يونس. خان يونس يقطنها حوالي 440,000 فلسطيني، نصفهم وصلوا إلى مدينة رفح عندما بدأت عمليات الجيش الإسرائيلي في المدينة، وعادوا إليها بعد أن انتهت هذه العمليات. لكن فعليا لم يصل إلى أكثر من 1,000,000 فلسطيني في المدينة أي إشارات من الجانب الإسرائيلي لإخلاء المدينة، وبالتالي هذه كانت معلومة أيضا غير دقيقة. إيمان، شكرا، شكرا جزيلا لك محمود عليان، صحفي من رفح جنوب قطاع غزة، على كل هذه المتابعة.